لو نلقي نظرة على الصورة التالية من تركيا وفي إطار التعاون بين كل من الدولة التركية والدولة القطرية، خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم حدث عالمي، كل الأنظار ستكون متجهة إلى الدوحة وإلى التنظيم الذي بإذن الله سيكون مشرفا للغاية بالنسبة لدولة إسلامية في تنظيم كأس العالم. لأول مرة كأس العالم ينظم في دولة عربية، في دولة من دول الشرق الأوسط. الجميع الآن ينتظر هذا الحدث العالمي. الدولة القطرية عرضت عليها الدولة الفرنسية وأيضا الدولة الإيطالية المشاركة في تأمين كأس العالم، ولكن الدولة القطرية لديها ثقة في الدولة التركية، لذلك أشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أن هناك 3000 شرطي تركي سيشاركون في تأمين كأس العالم في قطر. هذا الأمر أشار إليه في أحد المؤتمرات الصحفية للصحفيين، معربا أيضا عن أمنيته بأن يكون هذا التنظيم راق للغاية، وأنهم سيبذلون كل المجهودات من أجل إنجاح تنظيم هذا المونديال العالمي. بلا شك هذا يدلل على عمق وقوة العلاقات بين تركيا وقطر، خاصة وأننا شاهدنا الاحتفاء بتواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة من قبل الأمير تميم، وهذا الاستقبال المهيب والحافل وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين في محاولة لتقديم يد العون من الدولة القطرية للدولة التركية في تلك الأزمة التي يعيش فيها الاقتصاد التركي والعملة المحلية. وفي السابق شاهدنا تركيا تقف بجوار قطر خلال أزمتها. الآن نتحدث عن أدوار متبادلة جيدة للغاية بين كل من تركيا وقطر، واستغلال لقوة كلا البلدين في دعم قضايا العالم الإسلامي، أمر رائع للغاية.